كان لي شرف عظيم تلاقيت مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وعطيته تحيات سيادة الرئيس قيس سعيد واحنا في بلادنا وهذا في مجال اللقاءات اللي بنعملوها مع بعضنا دوريا لتركيز هالعلاقات الثنائية وإن شاء الله نتعداو الما أهم في علاقاتنا الثنائية باش تبدأ استراتيجية متكاملة. هذا شحبيت نقول لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. حياكم.